أكثر شيء افتقدت الوالدة والولد، للأسف أن ما أقدر لا أسلم عليهم ولا شيء. ابتعدت عنهم مدة 3 أشهر، ما كنت أشوفهم ولا كنت أشوف أمي ولا أبوي ولا أهلي، فهاي كان وايد يأثر علي. ما يعني أرجع البيت بروحي. الواحد متعود يقعد الصبح يبوس إيد أمه يبوس رأس أبوه، هاي الشغلات نفتقدها. كافي ان هاي الحظه اللي حصلتها مو محصلها من 4 شهور. شكرا شكرا لكم، ما قصرتون. افتخر ان انا اكون في الصفوف الاماميه، والحين يوم تحضني الوالده تقول لي يعطيك العافيه، واحنا نفتخر فيك ان انت كنت في الصفوف الاماميه. فاجأتوني احلى مفاجاه، ما حسيت كلش انهم كانوا بيكونون موجودين هني. ما توقعت كلش. أحلى شعور إني أشوفهم، إني أقدر إني ألمهم مثل قبل. أنا من زمان ما شفته، يعني أول ما أدش البيت راحت فوق ما نشوفها، ولأن هي في الشغل تشتغل على اللابتوب، بس ذي المرة اللي لميتها كنت سعيدة يعني. ما أدري صراحة، حتى جسمي قاعد يرتجف. مفاجأة وايد حلوة صراحة. مفاجأة يعني فعلا حلوة. I haven't been this happy my whole life. I was very, very happy.